خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب كوره 11 على فيسبوك. ضربه موجعه، كولر يتلقى ازمه جديده في صفوف النادي الاهلي بعد ما تاكد غياب مدافعه لمده 6 اسابيع. طب معلش يا جماعه نشوف الخبر كده احسن برضو الواحد ايه اتكلم على ايمن اشرف. ايمن اشرف، وانا ده خبر حقيقي بالمناسبه. ايمن اشرف عنده يعني اصابه في الركبه، اصابه الركبه يعني كانت او خشونه في الركبه بالتحديد بقى لها فتره معاه، وهو الراجل كان بيتحامل على نفسه في فترات كبيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. ايمن اشرف هو كان سافر طبعا للنمسا عشان يعمل بعض الفحوصات الخاصه باصابته. ايمن اشرف يعني قدامه يعني ممكن 6 اسابيع واكتر شويه عشان يكون جاهز مع الفريق، الاهم ان اللاعب يرجع سليم، يعني دي اهم حاجه، لان ايمن اشرف من العناصر المهمه جدا والعناصر الدوليه اصحاب الخبرات الكبيره واللي بيقدر يلعب في كذا مركز يعني. فنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. دي من ضمن الاصابات الموجوده في النادي الاهلي، وبالتحديد في خط الدفاع الامور تقلق شويه، لكن واثقين في المدير الفني يقدر يتعامل مع مثل هذه الامور ويقدر يوظف لاعبين في مراكز مختلفه، وابرز مثال طبعا كريم فؤاد اللي توهج كجناح ايمن في صفوف النادي الاهلي رغم انه مش موجود في منتخب مصر، لكن في كل الاحوال ماشي. طيب ده توضيح يعني بخصوص اصابه ايمن اشرف من خلال كوره 11 وحسامهم على فيسبوك. طيب خلينا نروح للمصري الرياضي وحسامهم ايضا، لا مش على فيسبوك، على تويتر. وكولر يمنح الاهلي الضوء الاخضر لتجديد عقد محمد هاني. الامور كلها يا جماعه ليها توقيتات محدده وكلها في الاتجاه الايجابي بخصوص اي حد عقده قرب ينتهي. يعني عارفين ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه وحسين الشحات من ابرز اللاعبين اللي عقودهم قربت تنتهي، فبالتالي سواء حتى لو محمد هاني كمان موجود ففي اقتناع تام بقدرات هؤلاء، وان شاء الله يكونوا او يكون التجديد في التوقيت المناسب اللي بيراه المسؤولين في النادي الاهلي والامور ايجابيه ما تقلقوش. طيب اليوم السابع كلام على مارسينو، وده اليوم السابع على تويتر. الاهلي ينتظر قرار كولر لفتح التفاوض مع مارسينو من جديد. هو عنوان مناسب، يعني هو عنوان مناسب. مارسينو كان في حسابات الاهلي طبعا، الامور كانت خلاص تكاد تكون حسمت بانضمام مارسينو للنادي الاهلي. هو احد العناصر المميزه جدا، ولعيب بيلعب في مركز الظهير او في مركز الجناح الايسر، وبيلعب في نادي كاوازاكي الياباني، وكانت المفاوضات وصلت لمراحل متقدمه قوي لولا مغالاه النادي الياباني، ففشلت المفاوضات. يعني البعض بيتساءل هل تتجدد مفاوضات الاهلي مع النادي الياباني ومارسينو؟ لحد هذه اللحظه مفيش اي قرار رسمي، لان يعني هتلاقي ناس تقول لك مارسينو عاد من جديد ومارسينو في الصوره وكلام من ده. انا بقول لك مارسينو في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم ده مارسينو مش في الصوره، ممكن يكون من المرشحين، وربما يكون هناك عدد اخر من المرشحين الاكثر تميزا من امكانيات مارسينو. شوف اللاعب المميز قوي اللي انت شفته ده، ممكن يكون في مرشحين اخرين، الله اعلم. بس خلينا ننتظر قرارات كولر. كولر امتى هيحدد احتياجاته بالاسماء؟ برضه عشان احط الجمهور الاهلي في الصوره، مع نهايه هذا الشهر. مع نهايه هذا الشهر بنترقب اجتماع مهم جدا ما بين كولر والمسؤولين في النادي الاهلي عن الكوره لتحديد او هيعرض فيها وجهات نظره واحتياجات اللي هو عايزها بالفريق للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، والثغرات اللي هو عايز يسدها من خلال تعاقدات مع بعض اللاعبين. لكن مؤكد ان باذن الله في صفقات في يناير باذن الله احد. انتظار قرارات كولر والامور تمشي في الاتجاه ده، لكن في دلوقتي مارسينو دلوقتي مفيش حاجه، ممكن يكون في بعد كده، بس ما اعتقدش انه هيكون الاولويه يعني. لكن في كل الاحوال ده بخصوص مارسينو والخبر اللي من يوم السابع. اسم تاني من الاسماء، رغم ان لسه احنا ما جيناش لشهر يناير، وطبيعي الناس تحاول تجتهد وده شيء يحترم جدا، الكل بيحاول ان هو يوصل لمعلومه، بقدر جدا الحاجات اللي زي دي شغلانتنا يا جماعه. لكن في كل الاحوال الوطن الرياضي بيتكلموا على فوفانا، واحد من العناصر اللي تحت السن، مركزه مهاجم. هل الاهلي بيتفاوض مع فوفانا؟ انا بقول لحضراتكم مفيش اي مفاوضات مع فوفانا، ولا النادي النرويجي باين بتاعه تمام ولا الكلام ده. كولر يحدد 4 مواصفات في مهاجم الاهلي الجديد، فوفانا الاقرب، ربما ممكن في يوم من الايام، لكن لحد دلوقتي مفيش اي مفاوضات رسميه او اي خطوات رسميه. ليه؟ هنرجع لنفس النقطه، وانا والله بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح، هنرجع لنفس النقطه بمنتهى المنطقيه برضو. الكابتن محمود الخطيب فين؟ الكابتن محمود الخطيب مسافر. طب يعني معنى ده ايه؟ معنى كده ان مفيش اي اجتماعات حصلت. طب طالما مفيش اي اجتماعات حصلت، يبقى هل من المنطقي ان يكون في قرارات او مفاوضات مع لعيبه بعينها؟ مع كولر بالتحديد كاجتماعات مع كولر؟ لا طبعا.
هتحصل امتى اجتماعات؟ يرجع الكابتن محمود الخطيب، الامور تمشي بشكل طبيعي جدا طبقا للسيستم داخل النادي الاهلي، ميعاد يتحدد الاجتماع يتم من خلاله حط يعني وضع النقط او النقاط على الحروف، وبعد كده تتحرك في اتجاه مفاوضات مع بعض الانديه. لكن انت اكيد كنادي بتجهز نفسك كمسؤول مثلا على تعاقدات وكلام من ده، بتجهز نفسك عشان تكون جاهز لكل السيناريوهات تحسبا لقرارات كولر.